العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم إنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وقيام رمضان على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى، واصلنا فيما بقي من أعمالنا، واغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، وتقبل أعمالنا، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين، وبارك لنا في أنفسنا وفي ذرياتنا وفي آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وأهلينا وآل بيت نبينا وعلمائنا وسائر المسلمين وأمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، املأها بركة ومغفرة ورحمة يا رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، السنة 11 في كتاب بهجة النفوس، هذا الكتاب الذي نقرأه في تراويح رمضان فقط، فإحنا السنة دي تبقى السنة 11، بدأناه في رمضان 1427، والآن إحنا في رمضان 1437، يعني دي السنة 11 في كتاب واحد، مش عارف هنخلصه إمتى الله أعلم. على أي حال، إحنا في الحديث 12 بعد 100، حديث جواز البيع في السفر وأحكام أخرى. وكتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح الإمام البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع الحجة أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، والمدفون بسقف المقطم بجوار مسجد سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري والسادة الوفائية، حشرنا الله في زمرة الصالحين، وحققنا بحقائقهم، وسلك بنا مسالكهم، وجزاهم الله عنا خير. أما بعد، في أول ليلة من رمضان فيها خصائص. أول ليلة في رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعطى أمتي خمس لم تعطها أمة قبله. في أول ليلة، الكلام ده في أول ليلة، خد بالك، ده لسه بقية الشهر، ده في أول ليلة بس خمسة ما تاخدهاش أمة تانية. في أول ليلة من رمضان نظر الله لأمتي، ومن نظر الله له لا يعذب، دي أول حاجة، يبقى نظر الله للأمة. تاني حاجة، يأمر الجنة أن تتزين، ويقول أوشك عبادي أن يستريحوا من عناء الدنيا. ثالث حاجة، يأمر الملائكة، ملائكة مخصوصين في رمضان، في ملائكة بتستغفر لنا طول السنة، لكن دول الملائكة قاعدين من رمضان لرمضان بشغلتهم يستغفروا زيادة في رمضان، فيأمر ملائكة مخصوصون للاستغفار للمؤمنين في رمضان. والرابعة، خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. والخامسة، خامس حاجة، إذا كانت آخر ليلة في رمضان يغفر لهم ويعتقوا من النار. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا، هل هذا يعني للصائم فقط أم لسائر الأمة؟ قال لسائر الأمة، لأن فيه لا يصوم بسبب حظر. أرأيتم أن العمال إذا أدوا ما عليهم ألا يوفوا أجورهم؟ فيوفوا أجورهم. وبيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان الفارسي، حديث طويل رواه ابن خزيمة وكذا الدرقطني، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في أول ليلة في رمضان الرسول قال للناس، يعلمهم في وسط هذا الحديث، بيقول لهم إيه؟ أكثروا فيه من أربعة خصال، خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان
لا غناء لكم عنهما. أما الخصلتان التي ترضون بهما ربكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. علشان كده احنا بنقول ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، رب اغفر لي وتب علي. عشان ما يجيش واحد يقول لك انتوا بدعه، انتوا بدعه. وممكن يطلع لك واحد من العيال الجهل، اشمعنى يعني بتقولوا كده؟ لان احنا بننفذ كلام النبي وما قراش السنه. هو جاي متصور العلم وهو جاهل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ خصلتان ترضون بهما ربكما، تشهدون ان لا اله الا الله. ومعنى ايه لا اله الا الله؟ معناها معنى محمد رسول الله، لان عنوان الشهاده. وبعدين تستغفرونه، فتقول اي صيغه استغفار بقى؟ رب اغفر لي وتب علي، تقول استغفر الله، تقول استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم، وتب الي، تقول اللهم انت ربي وانا عبدك، اللهم انت ربي وانا عبدك، خلقتني خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اللي هو سيد الاستغفار، يعني اي صيغه من الاستغفار ماشي، لان الرسول يقول تستغفرونه، يبقى حط اي صيغه بقى. أما الخصلتان التي لا غناء لكم عنهما، عرفنا اللي نرضي بها ربنا، نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ونستغفر. طيب، والتي لا غناء لكم بهما عنهما، تسألونه الجنة وتستعيذون به من النار. عشان كده بنقول ربي إيه؟ اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار. يبقى إحنا بقى مبتدعين ولا ملتزمين بنص كلام النبي؟ لأن بيطلع لك عيال كده يقول لك إشمعنى يعني بتقولوا الحكاية دي في الترويحات يعني؟ لو قلت اي حاجه هيقول لك اشمعنى قلت دي اصلا، ولو سكت هيقول لك سكت ليه، ولو اتكلمت طب اتكلمت ليه، طب امال يعني ايه اللي يريحك انك انت تروح بيتك؟ يعني هم ما يستريحوش الا ان الناس تترك الذكر، فلا تسال لها طلب. يبقى المهم انك انت تكسر من هذه الخصال، شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله، وتستغفر الله، وتسال الله الجنه، وتستعيذ به من النار. في هذا الشهر بالذات تكسر من هذا. يبقى في كل صلاة، ولو تجعلها مع ختام كل صلاة، تجعلها في سجود كل صلاة لا بأس، لأن هذه الخصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غناء لكم عنهما. نعود بقى إلى كتاب بهجة النفوس، الحديث 12 بعد 100، حديث جواز البيع في السفر وأحكام أخرى، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على بكر صعب. البكر اللي هو الجمل اللي لسه فتى صغير، يعني جمل لسه صغير يدوب يتحمل الركوب، لسه ما بقاش جمل ملو هدومه كده كبير راجل، لا ده لسه جمل صغير يسموه بكر، كويس؟ فيبقى على جمل البكر ده بيبقى لسه ما اتعلمش قوي وتعود انه يتركب، فلما تيجي تركبه يبقى لسه مزمزق يضايقك، لان لسه ما اتعودش. عشان كده سيدنا عبد الله بن عمر كان في السفره دي بقى على بكر، البكر ده كان بكر صعب مضايقه في السفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه، يعني اشتريه منك، لأن زي يبدو أن سيدنا عمر ما كانش عنده جمل كويس يحمل ابنه عليه، فاداله البكر ده يركبه إيه في السفرة دي. فسأل سيدنا عمر اللي هو مالك إيه البكر؟ ما هو اداله ابنه يركبه، فهو مالك البكر مين؟ سيدنا عمر. فقال لسيدنا عمر وهما في السفر: بعنيه فباعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله. النبي اشتراه واداله هدية لعبد الله اللي هو ابنه. وخد بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجد جمل صعب في السفر كان مجرد ان ينغزه كده يتعدل، لان كل ما مسه النبي يكمل، اي حاجه يمسها النبي تكمل على طول كده. ما انت عارف كمان الفرس القطوف اللي هي كانت مربوطه على بستان ابي طلحه لانها كان مولود بعيب خلقي، الفرس ده مولود بعيب خلقي يسموه ايه؟ قطوف. قطوف يعني ايه؟ يعني رجليه تلف على بعضها ما يعرفش يمشي، كانه عيل كده جاله شلل اطفال. فكان عند ابو طلحه هذا الفرس القطوف ده ربطه على باب ايه؟ البستان بتاعه، محدش بيركبه غير صالح للركوب.
سمع الرسول صلى الله عليه وسلم صوت في المدينة في يوم شديد الظلمة وليلة شديدة البرد، صوت انفجار كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج، كان بستان أبي طلحة يعتبر في شمال إيه؟ في جنوب المسجد، جنوب عكس القبلة، جنوب الماء يعني، في يعتبر في الشمال بقى لأن القبلة جنوب. فلما يبقى عكس القبلة يبقى إيه؟ يعتبر في الشمال، الجهة الشمالية يعني، لأن القبلة الجهة الجنوبية، لأن مكة جنوب المدينة. فيبقى سيدنا أبي طلحة كان عنده بستان اسمه بيروحاء. بستان بيروحاء ده يعتبر كان مدخله عند باب الملك فهد الآن في مسجد النبي. كويس. يبقى النبي لما طلع وجد مين؟ وجد الفرس ده مربوط في الليل، وطالع بقى سامع صوت عايز يستكشف الصوت لوحده صلى الله عليه وسلم. فراح راكب الفرس ده وفكه بغير سرج، وعلق السيف بتاعه على رقبته صلى الله عليه وسلم، وجري الفرس في اتجاه الصوت ورجع. على ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، كان أهل المدينة خرجوا عشان يستطلعوا الصوت، لقوا النبي رجع، قال لهم لن تراعوا لن تراعوا، طمأنهم. ففوجئوا أبو طلحة إن رسول الله راكب الفرس الإيه المشلول ده، فقال يا رسول الله كيف؟ قال إني وجدته بحرا. فكان هذا الفرس بعد ما ركبه النبي لا يسابق. يبقى إيه؟ يبقى كان، والحديث في البخاري على فكرة، مش بقول لك أساطير يعني، ده حديث في البخاري، يعني كل ما يمسه النبي يكمل، يعرف دي كويس. وكان سيدنا جابر بن عبد الله برضه في إحدى السفرات راكب إيه؟ راكب جمل بيستخدم إيه؟ في السقيا، يعني مش في الركوب، كان في جمال كده تخصص يشيل قرب المية بس، دي شغلته. فلما تيجي تركبه يبقى غلس معاك، ما يرضاش إيه؟ يطوع. وسيدنا جابر بن عبد الله ما عندوش إلا الجمل ده، واخد بالك؟ فركبه في السفرة دي، فكان مغلب سيدنا جابر برضه. قام سيدنا رسول الله نغزه بإيه؟ بعصاته، فصار هذا الجمل لا يسابق. معروف برضه حديث في البخاري. واشتراه النبي من جابر كمان، قال له بعينيه، وبعدين لما وصل المدينة اداله ثمنه واداله الجمل هدية صلى الله عليه وسلم. نفس الحكاية دي هعملها مع سيدنا إيه؟ عمر وابنه. سيدنا عبد الله بن عمر راكب برضه ايه بكر صعب في السفر، فالنبي قال لعمر بعني هذا الجمل، فاشتراه منه وهو في السفر، وبعدين ايه لما وصل المدينه اداله الثمن واداه الفرس هديه لعبد الله بن عمر لابنه، اداله ده، فصار ملكا له بعد ما كان ملك ابيه واخذه منه. فاهم؟ فبيقول هنا بقى في الشرح الشيخ: ظاهر الحديث يدل على جواز البيع في السفر والكلام عليه من وجوه، منها قول ابن عمر رضي الله عنه: كنت على بكر صعب، يرد عليه سؤال وهو أن يقال ما فائدة قوله صعب، ولو اقتصر على ذكر البكر لكان كافيا ولا حصل منه المقصود، وهم كانوا يختصرون من اللفظ الكثرة مع إيصال الفائدة. والجواب عنه أنه إنما ذكر الصعب لكي يبين به حكما آخر، وهو أن صعوبة البكر كانت من بعض المثيرات لشراء النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فإن بشرائه إياه يرجى ذهاب تلك الصعوبة. يعني مجرد أن النبي يبدي رغبته أن يشتري هذا الشيء، الشيء ده يكمل، فما بالك لو لمسه. علشان كده بيقول لك بكر صعب، فلما النبي أبدى شراءه دل على أن كان الذي أثار النبي لشرائه وصعوبته، معناه أنه برغبته فيه يكمل. فهم؟ فإن بشرائه إياه يرجى ذهاب تلك الصعوبة. وفوائد أخرى على ما تقرر بعد، فمن جملة فوائده ما ذكرناه في أول الحديث، وهو جواز البيع في السفر أيضا، ومنها أن البيع ينعقد باللفظ دون افتراق يقع، ردا على من ذهب إلى ذلك. احنا قلنا ان ايه البيعان بالخيار ما لم يفترقا، كنا قرينا الحديث ده زمان، البيعان بالفكر بالايه بالخيار، خيار المجلس يسموه خيار المجلس، اللي هو الناس المصريين يقول لك ايه بين البيع والشارع، الشاري يفتح له، طول ما هم قاعدين مع بعض ممكن اي واحد ايه ينقضوا البيعه ويتقول كل واحد يمشي.
بين البايع والشاري ايه؟ يفتح الله، اللي هو خيار المجلس بس بلغة المصريين. فهمت بقى؟ طيب، خيار المجلس ده يدوم بالافتراق ما لم يفترق. الفرقة دي تكون بالأبدان ولا بالأقوال؟ هل الفرقة تكون بالأبدان ولا بالأقوال؟ يعني هل الفرقة لما يسيبه ويمشي، ولا لما يخلص الموضوع ويتفقوا ويفتحوا موضوع تاني؟ فهمت ازاي؟ خلاف بين المذاهب. في مذهب بيقول لك العبرة بالفرقة بالأبدان، وفي مذهب تاني يقول لك العبرة بالفرقة بالأقوال، يعني لو دخلنا في موضوع تاني انتهى، انتهت البيعة. احنا قاعدين مع بعض، تشتري عربيتي؟ اه، انت عارفها شايفها. طب تشتريها بكام؟ يقول لي ب60,000. اقول له خلاص موافق يلا. يقول لي على فكرة ما عرفتش، شفت يا اخي في الدواعش في العراق عاملين كذا وكذا وكذا، وعاملين مش عارف في ليبيا، يعني دخلنا موضوع جديد، يبقى انعقد البيع لان حصل فراق بالاقوال. فهمت؟ دخلنا في موضوع تاني، يبقى ده اسمه افتراق بالاقوال. على المذهب اللي يقول لك خيار المجلس طول ما انت قاعدين مع بعض لسه ما افترقتوش بالابدان، يبقى لك انك تغير. والمبدا التالي يقول لك الفراق بالاقوال، يقول لك تم البيع خلاص مالكش ترجع. فهمت بقى المساله؟ عشان كده انا بيقول لك ايه؟ ومنها ان البيع ينعقد باللفظ دون افتراق اي بالابدان. ده مذهب المالكيه اصلا. مذهب المالكيه قالوا العبره بالافتراق بايه؟ بالاقوال مش بالابدان. الشافعيه قال لك لا، الافتراق بالابدان. طول ما انتوا قاعدين في المجلس يا رب ساعه 2 3 4 واتكلمتوا في 100 موضوع لسه ايه؟ الخيار موجود، خيار المجلس موجود. ده عند الشافعيه. عند المالكيه لا، لو دخلت في موضوع تاني انعقد. فهمت بقى المسألة؟ أبو جمرة الشارح مالكي، فبيرجح مذهب المالكية. فهمت بقى؟ بيقول لك إن تم الفراق لأنه كانوا مسافرين مع بعض، ما افتقروش، ما افترقوش بالأبدان أهو، ده هما ماشيين مع بعض في السفر، وتم البيع. دليل إنه خلاص تم البيع بالرغم من الافتراق، عدم الافتراق بالأبدان، فدل أن الفراق يكون بالأقوال. فهمت ما الاستنباط بتاعه؟ وده يوافق مذهب المالكية اللي هو الشيخ مذهبه مالكي، عشان كده بيرجح مذهب المالكية في المسألة. مع ان سيدنا عبد الله بن عمر نفسه في الحضر لما كان يحب يشتري حاجة وهو حريص عليها، كان اول ما يتفق عليها ينصرف، لانه كان يرى الافتراق بالابدان. سيدنا عبد الله بن عمر نفسه، وعشان كده سيدنا الامام الشافعي خد رأي سيدنا عبد الله بن عمر في المسألة. راح يشتري بستان من سيدنا عثمان بن عفان، وكان حريص عليه لانه زاد جنب ارضه، وعايز بقى يضم ده مع ده. فسيدنا عثمان بن عفان، وكان ساعتها سيدنا عثمان خليفه، فدخل عليه سيدنا عمر تبيع لي البستان الفلاني اللي هو تملكه انت؟ قال له اه ممكن. بكام؟ بكذا. خلاص يا ابن عمر. قال له السلام عليكم. عايز يمشي الحسن ايه؟ يفكر يغير رايه. فهمت ازاي؟ فقال له اجلس، لا وغير رأي، اجلس لا تخف يا أخي. فدليل ان كان مذهب سيدنا عبد الله بن عمر ان العبره بالافتراق بالابدان مش بالاقوال. ده من حيث العمل، وده اختيار الامام الشافعي. لكن الحديث ده دلك على ان برضه اللي قال ان الاختيار خيار المجلس ينصرف بالاقوال ومش بالابدان ليه وجهه نظر، لانه تم البيع وهم ما زالوا مسافرين مع بعض لم يفترقوا بالابدان. يبقى ده صح وده صح. فهمت بقى المسألة؟ ده صح وده صح. يعني ده له دليل وده له دليل. علشان كده بيقول لك ومنها أن البيع ينعقد باللفظ دون افتراق يقع. يعني إيه باللفظ؟ يعني افتراق بالألفاظ مش افتراق بالأبدان. ردا على من ذهب إلى ذلك، بيرد على الشافعية يعني، بيلمز لأنه مالكي. ردا على من ذهب إلى إيه؟ إلى ذلك. طبعا احنا شافعية حسنا بالمسألة فعرفناها على طول، ده بيقصدنا بقى ولا ايه ده؟ عشان احنا شافعية في النهر. ومنها جواز التصرف في المشترى قبل قبضه اذا كان عرضا او حيوانا. انك انت ممكن تتصرف في الشيء اللي اشتريته اذا كان عرض او حيوان. كويس؟ مش طعام. يعني الطعام لا يجوز انك تبيعه الا بعد ما تحوزه. المأكول، أي شيء مأكول لا يجوز بيعه إلا بعد ما تحوزه، تستلمه الأول يبقى في عيازتك تبيعه. لكن العرض والحيوان
ممكن تشتريه وما تنقلوش من مكانه وتبيعه تتصرف فيه وهو لسه في مكانه، لان سيدنا رسول الله اشتراه من عمر واتفقوا على الثمن وقال لعبد الله بن عمر هو ليك هديه، مع ان النبي ما خدش البكر وركبه او دخله الزريبه بتاعته، فهمت؟ ما حاسبوش، ده هو عبد الله بن عمر ما فارقش الجمل، يعني كانه تصرف فيه قبل حيازته. فهمت بقى الفقهاء بيستفيدوا من الاحاديث؟ انت تقرا الحديث ما تعرفش تطلع الاحكام دي، لكن الفقيه حاجه ثانيه لانه عقليته فارقه بيطلع لك احكام كتير. والله لو قعدت تقرا الحديث 100 سنه من غير ما تاخد بالك من كلام الفقهاء اللي ربنا وهبهم هذه هذا الهبه ما تعرفش تطلع الاحكام من هذا السطر. فشفت يقول لك هنا، لكن في الرسول صلى الله عليه وسلم ايه في الطعام قال ايه لا تبيعه حتى ايه تحوزه، يعني يدخل في ايه في ملكك الاول، ملك التام ده في الطعام. ومنها ان البيع منها جواز التصرف في المشترى قبل قبضه اذا كان عرضا او حيوانا، بخلاف الطعام المكيل، لان الطعام المكيل لابد ان انا اكيله بقى واحوزه بالكيل، انما العرض انا مش هكيله خلاص، والحيوان ما بوزنوش، سيارة مثلا ثلاجة خلاص ممكن ابيعها وهي في المحل، اشتريها من المحل وهي لسه في المحل ابيعها لواحد تاني واقول له روح استلمها بقى المحل. فهمت بقى؟ ومنها جواز التصرف في السلعة قبل دفع الثمن كمان، لانه قبل ما يقبض، لانه هيقبض سيدنا عمر لما يرجع المدينة. فهمت؟ هو اشترى، تم الشراء بوعد بالثمن ولسه ما دفعش الثمن تصرف فيه واهداه، والاهداء تصرف. فاهم؟ فيبقى برضه جواز التصرف حتى قبل بقى ايه؟ دفع الثمن. وده هيحل لك مشاكل دلوقتي في القضايا المعاصره على فكره، في البيوع اللي بتتم ساعات عن طريق النت وانت قاعد كده تشتري ولا حست ولا حاجه، وبعدين تروح بايع ولا نقلت حاجه ولا عملت حاجه، مش بتحصل الحاجات دي؟ ويمكن لسه ما دفعتش لانك انت اديت الفيزا والفيزا لسه ما حصلهاش، علشان يحصلها ياخد يومين ثلاثة، وتصرفت انت فيه من دلوقتي، فدي تحل لك اشكاليات في جواز البيوع عن طريق ايه النت والحاجات اللي زي دي، لانك انت بتبيع ولا عندك مخزن ولا بتبعت حد يستلم ولا بضاعة تتنقل ولا حاجة خالص. فهمت؟ واحيانا تبيع قبل ان يحصل البائع الثمن اللي انت دفعته له كمان، لان على ما يحصله بالفيزا بياخد له عدة ايام. فهمت بقى المسألة؟ فكل دي التصرفات دي بتحل لك اشكاليات في عقود بيع معاصره، واخد بالك؟ تجد فيها الرد الفقهي عليه، فالفقيه ما يحترش. ومنها جواز التصرف في السلعه قبل دفع الثمن، ومنها جواز طلب السلعه للبيع وان كان صاحبها لم يعرضها للبيع، ومنها كمان انك انت ممكن تعرض على واحد تشتري منه حاجه وهو مش عارضها للبيع. سيدنا عمر كان بقى عارض البكر بتاعه ده للبيع؟ ده رسول الله اللي اقترح عليه، يقول له ما تبيعنيه يا عمر، هو سيدنا عمر مش عرضه للبيع. فمنها جواز انك انت تفاتح اخر في ان تشتري ما يملك قبل ان يعرضه، يجوز هذا، ما يعتبرش التصرف فضولي، ما يعتبرش هذا التصرف تصرف فضولي. فهمت ازاي؟ ومنها أنه أدخل بذلك سرورا على عمر رضي الله عنه، لأن البركة تحصل له بالثمن الذي يأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ومنها إدخال السرور على سيدنا عمر، لأن سيدنا الرسول لما يديله فلوس كان حيزع النبي. شوف بقى، ده سيدنا عمر، ده أنت لما بتاخد مثلا جنيه من الشيخ بتاعك تبقى مش عايز تصرفه، صح؟ بركة، ده كان في جيب الشيخ، فما بالك بقى الثمن كان في إيد النبي وإداه لسيدنا عمر، ده يدخل السرور، أيما سرور على سيدنا عمر، فأدخل السرور عليه بأنه قبض الثمن من يد النبي صلى الله عليه وسلم. وأدخل السرور عليه كمان إنه هو أهدى لابنه كمان. تصور أنت واحد بيهدي ابنك حاجة فخمة، جايب له عربية مثلا، لازم هتحبه، لأن يعني تفرح إن ابنك جات له عربية هدية. ومنها جواز التصرف في السلعة قبل الثمن، ومنها جواز طلب السلعة للبيع وإن كان صاحبها لم يعرضها للبيع، ومنها أنه أدخل بذلك سرورا على عمر رضي الله عنه، لأن البركة تحصل له بالثمن الذي يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه أدخل بذلك السرور على ابن عمر رضي الله عنه من وجهين،
احدهما لما من ذهاب صعوبه الجمل لبركته بشراء النبي صلى الله عليه وسلم اياه، والاخرى انه وهبه له، ومنها انه ادخل بذلك السره على عمر برضه رضي الله عنه، لان المسر للابن مسر للابن والاب. ومنها ما يترتب من الندب الى ان السيد في قومه او عشيرته مامور ان ينظر في حال اخوانه فليلطف بالضعيف ويواسيه ويدخل السرور على اخوانه ابتداء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سفر هذا مع ابن عمر حين رأاه على ذلك الجمل بذلك الحال. ولهذا يقال الإخوان على ثلاثة أضرب. فالأول أن تكون تنظر أخاك بعين الفتوة فتفضله على نفسك، كما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، اللي هو مقام الفتوة. مقام الفتوة عند الصوفية إيه؟ تبقى أنت محتاج الشيء وأخوك محتاجه، تقوم تدهوله وتقعد أنت تبقى محتاجه. فهمت ازاي؟ يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. انا عايز اشرب كوبايه الشاي دي ومصدع ونفسي فيها. وبعدين جيت انت تقول لي انا عايز اشرب شاي، واللي بيعمل لنا الشاي روح. او خل او لا خدش. لا انا متشكر انا مش محتاجه، جزاك الله خير. وانا اصلا محتاجه. فاهم؟ دي اسمها مقام الفتوه. فاهم؟ وكما فعل علي رضي الله عنه مع ابي بكر رضي الله تعالى في السلام. لأن علي رضي الله عنه كان إذا لقي أبا بكر رضي الله عنه ابتدأه بالسلام. سيدنا علي أصغر من سيدنا أبو بكر، فكان لما يقابل سيدنا أبو بكر سيدنا علي كل ما يقابله يبتدي بالسلام على طول. كويس؟ فلما أن كان يوما لقيه فلم يسلم عليه. مرة بقى قابل سيدنا أبو بكر ما سلمش عليه، فابتدأه أبو بكر بالسلام ورد عليه علي. فجاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك. سيدنا ابو بكر بيقول علي كان باستمرار كل ما يشوفني يسلم عليا، المره دي ما سلمش عليا وانا اللي بداته يا رسول الله، ايه الحكايه؟ هو زعلان مني لانه غير عادته. فسيدنا رسول الله سال بقى سيدنا علي، إيه انت ليه غيرت عادتك مع ابي بكر؟ فقال يا رسول الله اني رايت البارحه قصرا في الجنه. شاف منام سيدنا علي في المنام في الليله اللي قبلها. قصرا في الجنه فاعجبني، فقلت لمن هذا؟ فقيل لمن يبتدئ أخاه بالسلام، فأردت أن أوثر اليوم أبا بكر به على نفسي. شفت بقى الجمال؟ مقامهم عالي، حاجة عالية. وكما فعل الصحابة رضوان الله عليهم حين تثقلوا بالجراح في قدح الماء، وقد تقدم ذلك في غير هذا الحديث، القصة المعروفة اللي كانوا حتى بيقولوا لنا وإحنا في ابتدائي، لما الصحابة كانوا 10 مجروحين وعطشانين، وجاء الرجل بالماء فيديه للجريح يقول له لا اديه للي جنبي هو احق به، والثاني يقول له اديه للي جنبي احق به، لحد ما خلص العشره ما حدش منهم شرب، رجع للاولين لقى مات. رجع للثاني لقى مات، ماتوا كلهم ما حدش شرب. معروفه القصه يعني. والثاني انك تنظر لاخيك مثل ما تنظر لنفسك، لقوله عليه السلام لا يبلغ احد حقيقه الايمان حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وقوله عليه السلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشتد بعضه بعضا. ده المؤمن بتاع زمان، انما المؤمن بتاع اليومين دول الله اعلم بيه. ايه؟ فربنا ينجينا يا سيدي ويرجعنا لخصال الصحابه. والثالث انك تنظر لاخيك مثلما تنظر لعبدك، تعني في المطعم والملبس وقيامك له بما يصلح حاله، وان غفل عن ذلك لا بعين الاحتقار له والرفع عليه، لان العبد يلزمك اطعامه وكسوته وكل ضروراته، فان لم تقدر على ذلك لم يجز لك امساكه وأمرت ببيعه، وكذلك الأخ يلزمك منه هذا الأمر، فإن لم تقدر على ذلك من فاقة أو غير ذلك بالعذر إذ ذاك تبديه له حتى ينصرف بالتي هي أحسن من غير تغيير يقع له منك. فالعذر للأخ عند العدم كالبيع للعبد عند العدم أو العدم، يعني لتوفية حقوقه، وهذا أقل المراتب. يعني بيقول لك أنت لو تملك عبد لابد انك انت تحسن اليه وتطعمه وتكسيه وكل حاجه. عجزت في افتقرت مش قادر تطعمه، بيعه. بيعه بقى يشوف له مصلحه، زي لما يبقى عندك حيوان مثلا وانت مش قادر تقوم بايه؟ بحقوقه لانك مشغول، فبتسيبه لا تجد من يطعمه ولا يسقيه، يبقى بيعه علشان ما تسيبوش يتعذب. طب الاخ انت ما تملكش تبيعه، لكن من حقه عليك انك انت تشوف مصلحته. طب افرض اصابك العذر مش قادر تعمل مصلحته، تقوم تعتذر له وتبين له العذر. فالعذر للصديق كالبيع للعبد عند العجز. فهمت بقى؟
وفي الحديث دليل على أن المرء إذا تعرض له فعل من أفعال البر فإن قدر عليه أن يفعله ويتضمن غيره من الأفعال الحسنة كان أولى مما يتضمن ذلك الفعل وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد إزالة صعوبة الجمل لغير لضربه بقضيبه كما فعل عليه السلام لبعير كان لبعض الصحابة وبعير جابر كذلك، فهرول بين يديه وزال ما كان به، أو لركب البكر كان ممكن يعمل النبي إيه لو المسألة عايز يزيل الصعوبة بس، كان ممكن يقول له سيب لي البكر ده يركبه النبي لحظة يتعد، أو ينغزه بالعصا بتاعته زي ما نغز إيه البعير بتاع جابر تتعادل، لكن النبي هنا عمل حاجتين، قال رغبتهم يشتريه عشان يدخل السرور على قلب عمر وعلشان كمان ينصلح حال البكر وعلشان كمان يدخل السرور على قلب عبد الله بن عمر بأن صار مالكا له بعدما كان لا يملكه. يبقى معناه انه بتصرف واحد ايه افاد ايه فوائد كثيره، بدل ما يتصرف تصرف يفيد فايده واحده فاختار التصرف اللي فيه فوائد اللي يدي فوائد كثيره. أولى ركب البكر كما ركب فرسا كان قطوفا لأبي طلحة رضي الله عنه، فرجع الفرس عند ذلك بحرا، بحرا يعني واسع الخطى يعني لا يلحق، ولكنه عليه السلام لما أراد إزالة ما كان بالجمل أمكن أن يتوصل إلى أفعال كثيرة مع تضمن الأول فعل ذلك ولم يقتصر على الفعل الواحد، ومثل ذلك من أراد أن يتصدق بصدقة فالأولى له أن يتصدق على قريبه لأنه يحصل له بذلك فعلان وهما الصدقة وصلة الرحم إلى غير ذلك من هذه الوجوه. وساعات كمان الواحد لما يحب يتصدق بصدقة يقوم يديها لأخوه يقول له خد دي تصدق بيها على فلان، يقوم أخوه لما يوصل الصدقة ياخد ثواب الصدقة كمان كأنه هو تصدق، فاهم؟ وبهذا المعنى فضل أهل الصوفة غيرهم لأنهم عملوا على قدم الإحسان، فالأعمال في الظاهر واحدة ومنازلهم أعلى من منازل غيرهم، لأن كل محسن مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا محسنا، وهم قد عملوا على ذلك حالا وصححوه مقالا كما جاء في الحديث المأثور المشهور وهو حديث جبريل عليه السلام حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان ثم قال له ما الإحسان، فقال عليه السلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والله الموفق المستعان بمنه وفضله. وغدا حديث جواز كراء الأرض للمسلم ومنعها عن الذمي، غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.